نحن لا نقوم بأي استفزازات ولن نسمح بأي استفزازات عند توريد المواد الغذائية بالتنسيق مع زملاء الأتراك. ومنذ أيام قليلة تم توقيع هذه الاتفاقية بهذا الشأن، وبعض زملائنا الغربيين قاموا بمحاولة توريد القمح الروس الأوكراني فقط، أما القمح الروسي الذي يفوق بكثير حجم نظيره الأوكراني يؤجل إلى فيما بعد. وفد الأمم المتحدة المشارك في هذه المفاوضات أبدأ استياءه من هذا المنهج، من هذا النهج لحل هذه المشكلة. والأمين العام للأمم المتحدة قال إن هذا يعد انتهاكا لبعض المؤسسات. وأما القضايا المتعلقة بالقمح الأوكراني لابد أن تحل من خلال المركز التنسيقي الذي تم إنشاؤه في اسطنبول، وتقوم الجانب الأوكراني بإزالة الألغام الموجودة التي تم وضعها في الشواطئ وفي الموانئ، وتقوم تركيا بضمان أمن مرور السفن، سفن الشحن بالغذاء، وذلك بمساعدة سفنها الحربية. وضمان أنه لن يدخل هناك، لن تدخل أسلحة إلى أوكرانيا عبر السفن التي تنوي شحن هذه الأقماح. أما فيما يخص الموضوع القمح الروسي، فقلت كما قلت تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بعملية ضمان السلاسل الإمداد والإمداد المالي، وهذا يتعلق في المقام الأول بتنفيذه لهذه التعهدات. أما فيما يخص الموقف في أوكرانيا، لقد قلت أننا ليس لدينا الآن طريقة لاستئناف المفاوضات بشكل موسع، بدءا من رئيس الدولتين. لن يكون هناك أي مفاوضات قبل أن تقنع أوكرانيا أن يقوم بإقناعنا بأنه لن يتدخل هناك أحد، سواء كان هذا لندن أو واشنطن أو أي من الحلفاء الآخرين في هذا الشأن. فالخيار عندهم هم الآن عند الأوكرانيين، ونحن جميعا ندرك أي نهاية ونهاية من ستأتي من هذه ومن هذا الأزمة، وسيكون هناك موقف دائم يعاني منه الشعب الأوكراني في المقام الأول.